ما ينفعش ابدا تبني افكارك على اخطاء المنافس. طب افرض المنافس مغلطش، تابعوني انا صاحب الكرة وتحليل مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد. مبدئيا البارسا من اول الماتش وظهرت قوي عنده انه بيلعب على اخطاء المنافس حتى في الضغط العالي. لعيبة برشلونة متمركزة كويس، بس محدش بيضغط على حامل الكرة على امل ان تمركزهم الكويس ده يمكن يقفل كل زوايا التمرير، فيضطر اتلتيكو مدريد انه يتخلص من الكرة. لكن ده ما كانش بيحصل. اتلتيكو مدريد كان عنده ميزتين بيقدر يبني بشكل غير مباشر عن طريق التمريرات اللي بيقدر يعملها ويبني الهجمة ويدرجها، وهنا يجي دور دييجو كوستا اللي كان بيسقط في ظهر وسط الملعب عشان يستلم الكرة، اما بشكل عمودي مع الدفاع او بيستلمها من وسط الملعب، وهنا وسط الملعب بيتحرك عشان ياخد السكند بول. ده حل. الحل التاني هو ان الكرة بتتلعب من ورا لقدام بشكل مباشر برضو على دييجو كوستا، ودييجو كوستا بدوره بيسقط هنا بيهيئ الكرة التانية وسط الملعب برضو ياخدها، او عن طريق الكرات القطرية اللي بتتلعب في ظهر سيميدو على لودي اللي دايما عامل ستريتش للملعب. فكان في اكتر من حل لاتلتيكو مدريد في بناء الهجمة، وده ليه؟ لان لعيبة البارسا ما كانوش بيضغطوا بهدف الافتكاك، لا ده كانوا متمركزين قدام بهدف استغلال ربما اي خطأ من اخطاء المنافس. على العكس تماما، اتلتيكو مدريد كان محدد وسط ملعبه ومنطقة افتكاك الكرة 4-4-2 فلات، عاملين كومباكت في مساحة 25 متر. مجرد ما الكرة توصل هنا بيشتد الضغط على لعيبة بارسا، فكنا بنشوف ميسي بيسقط هنا عشان يحاول يسحب ساول، فهنا يقدر يحرر أرتورو فيدال. لكن سيميوني مش شرب لعيبته كويس ومحفظهم يعني ايه أدوار دفاعية، فميسي لو نزل هنا سيبه متروحش معاه، فبتبقى النتيجة ايه؟ ان ميسي ممكن يرجع الكرة لورا لانه ما عندوش حلول، المساحات مقفولة، ومجرد ما ميسي بيستلم الكرة هنا في 4 عاملين بلوك دفاع عليه. طب هو هيروح فين؟ مشكلة عند البارسا مش هتتحل الا لما يضم جناح بمواصفات جناح، لاعب يقدر يعمل ستريتش للملعب. في ظل تحركات ميسي دايما تحت سواريز في العمق ومفيش جناح الناحية التانية، فبالتالي ما عندكش حد يقدر يفتح لك الملعب، بالتالي ما عندكش افضلية ولا امكانية انك تخلق ثغرات في دفاع المنافس، بالتالي وسط الملعب مش هيبقى ليه دور انه يقدر يستغل انصاف المساحات دي ويعمل انتشار عرضي كويس. دفاعيا البارسا مشاكله كتيرة. في تحضير الهجمة من تحت للبارسا كان بيبقى فيه بطء كبير جدا، خاصة من الاستاذ بيكي اللي بيعتبر حلقة مهمة جدا في افكار سيميوني النهاردة، مش في افكار سيتان، لا كل المشاكل الدفاعية اللي حصلت من برشلونة النهاردة الاستاذ بيكي. اولا بطء بيكي في التحضير، فكان هوب ضغط عليه على طول، وكان بيقدروا يفتكوا الكرة من بيكي كتير، وبيقدروا اتلتيكو مدريد يعملوا كثافة هجومية ويحطوا دفاع برشلونة في مواجهات فردية كتير، ولولا ادوار فيدال اللي كان بيرجع يساند سيميدو كنا هنشوف كوارث. ده غير سوء التمركزات الدفاعية في الكرات الثابتة اللي دايما التفوق فيها للمنافس، وضيف عليهم بقى استاذ بيكيه اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي دايما بيخسر الصراعات الثنائية، اي كرة طويلة للمهاجم، اي كرة واحد على واحد للمهاجم، اتسبب في ضرب الجزاء، خلت برشلونة بعد ما سجل بدري لأول مرة من فترة طويلة يتعادل ويتحط تحت ضغط. هنتكلم بقى عن اهم لاعب في البارسا وهو ريكي بوتش.
ريكي بودج اللي دايما مقرب من ميسي وسواريز عشان يبدو لك انه بيلعب 9.5 اللي هو بيلعب في المساحة ما بين المهاجم وما بين اللاعب رقم 10. عشان كده كل الكرات اللي بتوصل لميسي وسواريز في المساحة دي بيلاقوا دايما مساند. المساند ده اما بيقدر هو يستلم بين الخطوط او بيقدر يحرر سواريز انه يهرب من الدفاع ويستلم بين الخطوط. لكن استلمت بين الخطوط وبعدين ما عندكش سرعة في الانتشار، قلبة لو زاد مرة ما بيزيدش 2، سميدو ما بيش عارف يزيد هنا بسبب البلوك اللي معمول عليه، أرتورو فيدال لما بيزيد الكرة بتتلعب له صعبة قوي وسريعة ودايما الكرة بتطلع برة. طب احنا هنعمل ايه؟ فرقة أتلتيكو مدريد بترحل مع الكرة عشان تضايق المساحات، طبيعي في مساحات عكسية، طبيعي. الطبيعي بقى عند برشلونة ان في بطء فالكرات ما بتتلعبش على طول، فبيحصل ايه؟ ممكن الكرة توصل هنا مناطق مؤثرة بسبب بطء البارسا في اللعب، ممكن الكرة ترجع هنا تاني، ودي المشكلة اللي بيواجهها برشلونة في اخر 5-6 ماتشات. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد.